عندما يسألنا أي شخص ما هي الآثار التي نجنيها من اعتقادنا بإمام حي غائب، نقول الآثار ليست هي الآثار المادية، إن هذه الآثار كآثار رؤيا المنام، إن هذه الآثار كآثار الاعتقاد بالله، هي آثار ملكوتية نفسية غيبية روحية. من هذا المنطلق نقول أثر اعتقادنا بالإمام المهدي هو أثر اعتقادنا بالحضور الإلهي. نحن نعتقد أن لله عز وجل حضورا إحاطيا بهذا الكون كله، لا تشذ ذرة في هذا الكون إلا ولله قيمومية وإحاطة بها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والاعتقاد بالمهدي هو اعتقاد بأن هذه القيمومية الإلهية وهذه الإحاطية الإلهية متجسدة على الأرض في شخص يعيش على الأرض، رقابة الله متجسدة في رقابة شخصية تعيش على الأرض، الحضور الإحاطي لله متجسد في شخص حاضر على الأرض. فالاعتقاد بالمهدي اعتقاد بقيمومية الله المتجسدة في الأرض، اعتقاد بالحضور الإحاطي المتجسد على الأرض، وبالتالي فالآثار هي الآثار. ما هي الآثار؟ الأثر الأول ألا وهو أثر الارتداع عن المعصية. عندما يؤمن الإنسان ويصل إيمانه إلى حد الشعور أن هناك رقابة على سلوكه، أن هناك إماماً بشراً حياً يعيش بين أظهرنا ويشهد أعمالنا، كما ذكر القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والرسول صلى الله عليه وآله شهادته تمتد في أولاده إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما تعتقد أن شهادة الله عليك متجسدة تجسدا حسيا في إمام حي يشهد أعمالك ويراقبك، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة، لم يقل نزلت الملائكة، قال تنزل، يعني أن الملائكة يستمر نزولها إلى يوم القيامة. تنزل الملائكة على من؟ تنزل الملائكة بصحائف أعمال البشر على هذا الإمام الرقيب الذي رقابته حية متجسدة على الأرض. فالشعور بالرقيب رادع عن المعصية، الشعور بالرقيب رادع عن الامتناع، رادع عن الإقبال والإقدام على الرذيلة. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني الأمن النفسي. الإنسان يعيش نزعة الخوف بطبعه، ولو أن الإنسان أصغى لنزعة الخوف لم يستطع أن يقاوم أمرا من الأمور، ولم يستطع أن يبدع، ولم يستطع أن ينتج، ولم يستطع أن يعطي. لذلك يحتاج الإنسان إلى طاقة من الأمن، وهذه الطاقة التي تسبغ على قلبه أجواء من الأمن والاستقرار والدعة والإطمئنان، هذه الطاقة عبر عنها القرآن الكريم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هو ذكر الله؟ ذكر الله الإمام الذي يمثل الله، هو ذكر الله. لذلك القرآن الكريم يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا ذكرا. في القرآن الكريم ما مضمون الآية المباركة؟ أرسلنا إليكم رسولا ذكرا، الرسول هو الذكر. إذن ذكر الله يتجسد في هذا
الإمام المتشخص على الأرض، السلام على محل معرفة الله في زيارة الجامعة، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله، هم ذكره، لأنهم هم الذين يجسدون عبادته الحقيقية وذكره الحقيقي على الأرض. لذلك ذكر الله بذكر الإمام يزرع في قلبك الهدوء والاستقرار والإطمئنان، لأنك تشعر بأن هناك من يمدك بالحيوية والنشاط ويبعث في قلبك الأمل ليبدد منك الخوف والهواجس. الأثر الثالث ألا وهو أثر الهداية. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الهدى وجود تشكيكي قابل للزيادة. هناك من يؤمن بالله ويصلي، هذه درجة من الهداية. هناك من يصلي خاشعا في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه درجة أعلى من الهداية. الإنسان الخاشع في صلاته يشعر بأن هناك طعما لذيذا لا يشعر به غيره، ألا وهو طعم المناجاة مع الله، طعم لقاء الله، طعم الوقوف بين يدي الله. هذا الإنسان يعيش درجة من الهداية لا يعيشها غيره. غيره يصلي الصلاة الروتينية الحركية الصورية، لذلك لا يشعر بطعم حب الله ولا يشعر بطعم لقاء الله. أما الذي يقف بين يدي الله خاشعا، هؤلاء يشعرون بأن الرابط بينهم وبين الله له تأثير لذيذ ناعم على نفوسهم، فهم يشعرون بحالة من المحبة وبحالة من الثقة بالنفس وبحالة من الفرح لا يشعر بها غيرهم. وهذا ما يركز عليه القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. هذا الأثر السابق وهو أثر الإطمئنان. ولا هم يحزنون، هذا هو الأثر الذي نتحدث عنه، ألا وهو أثر ازدياد الهداية. المهتدون لا يشعرون بحزن، المهتدون لا يشعرون بغم. لماذا؟ لأن محبة الله التي يشعرون بلذتها وبحلاوة طعمها ملأت قلوبهم وجوانحهم. وكلما ازدادت درجة الهداية ازدادت درجة المحبة في النفس. لأجل ذلك من كان له تعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يتصدق عن الإمام المهدي، يصلي للإمام المهدي، يطوف عن الإمام المهدي، يصوم عن الإمام المهدي، يقرأ دعاء العهد، يقرأ دعاء الندبة. من له علاقة خاصة بالإمام المهدي سوف يشعر بهذا الطعم، سوف يشعر بأنه يتدرج ويترقى في نور الهداية، وأن هناك محبة لذيذة الطعم يعيشها في نفسه. هذه المحبة لله وللإمام المهدي لأنه مظهر لله يعيش على الأرض. العلاقة بالإمام المهدي والاعتقاد بوجود الإمام المهدي يزرع درجة من المحبة في النفس تعيش لذتها وحلاوة طعمها، فتنفي عن نفسك الأحزان والأكدار مهما طرأت عليك المصائب والنوائب. تشعر في نفسك بحالة من البهجة، بحالة من اللذة، بحالة من النعمة، لأنك تعيش حب الله، لأنك تعيش الحب الحقيقي لله من خلال
العلاقة الودية التي تعيشها مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة للقربى لها درجات ولها مراتب، من أعلاها الشعور بالمحبة التي تربطك بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن أنت تحتاج إلى آثار ملكوتية غير الآثار الحسية. من هذه الآثار الملكوتية التي تحتاج إليها في هذا العالم أن تعيش رادعا داخليا عن ظلم الناس، عن غيبة الناس، عن الاعتداء على الناس. وهذا الرادع إنما يتولد إذا اعتقدت بوجود رقيب يشهد أعماله. أنت تحتاج إلى أن تعيش اطمئنانا. من لم يعش اطمئنانا في نفسه لا يمكنه أن يبدع ويعطي. وهذا الاطمئنان الذي يبدد منك الخوف من كوارث الطبيعة، من الأمراض، من الأوبئة، هذا الاطمئنان إنما يزرعه ذكر الله. ومن مظاهر ذكر الله الاعتقاد بالإمام المهدي، فإنه مظهر ذكر الله عز وجل. أنت تحتاج إلى أن تعيش حالة من البهجة والمحبة تزيل عنك الغموم والأكدار مهما طرأت عليك. وهذه الحالة يغذيها لقاء الله، لقاء الخشوع والخضوع. وهذه الحالة يغذيها مناجاة الإمام المهدي سرا في خلواتك، تناجيه، تخاطبه، تتقرب إليه من أجل أن يمنحك هذه الحالة من البهجة والمحبة التي تزيل عنك الخوف والأكدار. هناك آثار عظيمة للاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه الآثار العظيمة هي التي عبر عنها الإمام المهدي نفسه عندما سئل عن فائدة غيابه، قال إن فائدة غيابي كفائدة الشمس تسترها السحاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الإمام أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا من المرضيين عنده والسائرين على هداه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.